مر الشهر منذ أن البلدة البريطانية سولزبيري، أن المواطن البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا وجدا فاقدين الوعي، وفي حال تم استخدام عامل مؤثر في الأعصاب أن هذا تهديد للانتشار، وهذا موضوع بالتالي يجب أن ينظر فيه مجلس الأمن. وبشكل خاص بما أننا نود التعليق على ذلك ونود أن نوجه الأسئلة إلى الزملاء من المملكة المتحدة، ماذا نعرف عن هذه الجريمة والضحيتين سيرغي سكريبال واتهم بالتجسس في العام 2006 لصالح المملكة المتحدة، وبعد الحصول على عفو في العام 2010 عاش في المملكة المتحدة وحافظ على الجنسية الروسية. ابنته يوليا وهي مواطنة روسية زارته بشكل دوري. بحسب النسخة التي استمعنا إليها من الجانب البريطاني إن روسيا لم تنسى هذه الخيانة وقررت التخلص منه، نظرا لأن ما من تهديد يمثله هذا الفرد بالنسبة إلى روسيا إذن هذا واضح، وبالتالي علينا أن نطرح أسئلة كثيرة. أولا، إن كنا نتحدث بشكل ساخر، لما انتظرنا 8 سنوات وقررنا أن نطلق هذا الهجوم قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في روسيا وقبل سنتين من كرة القدم العالمية؟ لما التخلص من هذا الفرد قبل أشهر من كرة القدم، من كأس كرة القدم؟ ولما استخدام هذه الوسيلة العلنية؟ كل من هو مطلع على كتب التحقيق الجرائم على سبيل المثال، لدينا سلسلة من الكتب Midsummer Murders، نعلم جميعا أنه ثمة مئات الطرق لقتل فرد ما، ولكن من سعى إلى قتل سيرغي سكريبال وابنته اختار عامل مؤثر في الأعصاب خطر جدا، اختار أكثر الطرق صعوبة، حتى أنه لم يتمكن من إنهاء هذا العمل لأن الفردين ما زالا على قيد الحياة، ولحسن الحظ يوليا تتحسن حالتها بسرعة. إذن في هذه القضية المعقدة تكثر الأسئلة، وكلما خضنا في هذه القضية تطرح أسئلة إضافية. من البداية الجانب البريطاني الممثل، كيف استمر سكريبال على وعيه وفي حالة جعلت من الشرطي نيك بيلي الذي ساعدهم أنه وجده واعيا، كيف يمكن أنه استطاع العيش بعد أن تنفس هذا الغاز؟ ما هو هذا الشرح؟ ما الشرح لهذا؟ إن وتم إعطائهم المصل المضاد. هل كل الخبراء الذين لا نعرفهم يقولون بهذا؟ إن هذه المادة الدقيقة جدا كانت لابد أن تكون موجودة بالجوار على عدد من على بعد كيلومترات من موقع الجريمة، والذي وهو معروف، يوجد موقع بريطاني معروف أنه يطور الأسلحة الكيميائية على بعد كيلومترات بسيطة من هذا الموقع. وهذا هو الشيء المثير. رئيس المعمل قال أن هذا المختبر أو هذا المعمل كان به غاز أعصاب، ولكنه لم يؤكد أصله أو مورده. كما أنه قال أنه لا يوجد مصل مضاد تم استخدامه لصالح سكريبال، ولكنه افترض أن الحكومة البريطانية قد ربما كان لديها معلومات إضافية عن هذا الموضوع، ولا بد أن نعود في هذا إلى الحكومة البريطانية. إنه قد وضع خبرته المهنية على المحك، كما أنه أكد لكل من كان موجودا أنه
أنه لو استخدم هذا الغاز أن هذا الغاز لم يتم استخراجه من معمله المجاور لمكان سكن سكريبال. هل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلم بشأن هذه المواد الموجودة في بريطانيا؟ كل هذا يعني أن الجانب البريطاني يجادل بقوله أن هذه المادة أصلها روسي. هذه الرؤية ليست صالحة. إن هذا لا يقول بأن روسيا مطلعة بالاشتراك في هذا. ويثير العديد من الأسئلة الكثيرة جدا التي يتم طرحها مرة أخرى. أود أن أوضح أن نوفيتشوك أو أوربي أن نوفيتشوك ليس ملكية خالصة لروسيا على الرغم من اسمه الروسي. إنه اسم تم اختراعه في الغرب لإطلاقه على غاز على مواد سامة، وهو شيء ليس جديد على الخبراء ولا العلماء، وموجود في العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا. السيد بوريس جونسون أجاب على سؤال لتلفزيون دويتش فيلا أنه قال أن هذه المواد تم استخدامها. وبالأمس قال السيد وزير الخارجية عبر تغريدة أن هذه أشياء موردها روسيا، وهذا يشي بوجود أشياء خلف المشاهد لا نعرف عنها شيئا، كما أنه كان هناك دعم كبير لرؤيتهم باتهام روسيا من جميع الجهات الاستخباراتية البريطانية، وأنهم استخدموا جريدة التايمز بالأمس أيضا، أنهم بناء على التحليل العلمي والمعلومات الاستخباراتية قد حددت أن الأصل المحتمل الذي تم تحديده بعد الحادثة، وقال أن في 7 مارس أن المادة الكيميائية تم إنتاجها في روسيا، وهذا يحمل قدرا كبيرا من الاحتمالية. أما الاستخبارات البريطانية قالت أن هناك معمل سري روسي يتم فيه تطوير المواد السامة والغاز الأعصاب، كما أن الجهات الاستخباراتية البريطانية لا تستطيع أن تتحدث بحرية أو بشكل واضح عن مكان هذا المعمل، كما أن خبراتهم أو معلوماتهم عن مكانه ودقة معلوماتهم درجة قدرتهم على التحديد كبيرة جدا. العلماء الروس قد أجروا تحاليل كثيرة عن إمكانية استخدام نوفيتشوك في جرائم سياسية. وبالأمس أيضا تم أيضا أنهم قالوا أن لديهم معلومات على درجة عالية من السرية، هي أن روسيا قبل هذا الهجوم في سالزبوري قامت باختبار غاز الأعصاب نوفيتشوك على أهداف يتم تحديدها يوميا، حتى على التي نستخدمها الأشياء التي نستخدمها يوميا حتى على أبواب البيوت. أنا لا أستطيع أيها السيدات والسادة أن أتحدث عن هذا السخف الذي تقول به بريطانيا. نحن نعلم جميعا أن المعلومات الاستخباراتية البريطانية قيمة جدا، خاصة فيما يتعلق بالسيد توني بلير، لأنه شيء واحد أن نضع معلومات ودلائل ليست موثقة وأن تتحدث باستخدام لغة محترفة التي لا يستخدمها إلا المحترفون والمختصون، إنما يتحدث بها الدبلوماسيون الآن.
إنها تثير عديد من الأسئلة. أعتقد أن الجهات الاستخبارات وجهات التحقيقات البريطانية يشعرون بالامتنان من الحكومة البريطانية على إعفائهم من أنهم يقوموا بمجهودات كبيرة. إن هذه التصريحات الرنانة التي يستخدمونها توضح دائما هجوما على روسيا، والعناوين تكون هجوم كيميائي روسي، وأنهم هؤلاء الأشخاص لابد أن يكونوا مسؤولين عما يقولون. إن لندن قد بدأت هي بتسميم علاقاتنا بدول أخرى. إن هناك العديد من البلدان تم طرد 151 دبلوماسي روسي. إنكم تضعون قيودا على الدبلوماسيين. أنكم بدأتم موجة وصلت إلى نيويورك. حلفائكم في الولايات المتحدة قد اتخذوا إجراء بطرد أكثر من 60 دبلوماسي روسي، منهم 12 فردا من البعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في الأمم المتحدة بدون إعطاء أي دليل لهذا وبدون إجراء أي مشاورات معنا، كما طبقا لما تم الاتفاق عليه فيما بيننا. وهكذا كان من الواضح أنهم لم يتوافقوا مع كل المواد التي تم اتفاق عليها في الأمم المتحدة، ولم يلتزموا بما أقروه والتزموا به بأنفسهم. هناك العديد من الالتزامات في هذا السياق. إن الولايات المتحدة أيضا أجبرت روسيا على أن تترك ممتلكاتها الدبلوماسية. كما أن الولايات المتحدة استحوذت من روسيا على ممتلكاتها الدبلوماسية التي تتضمن ممتلكات هنا في البعثة الدائمة لروسيا في الأمم المتحدة في نيويورك، وكما أنهم حددوا مناطق لتحركات دبلوماسيين، وترفض استخراج تأشيرات دخول للولايات المتحدة. نحن نطالب الولايات المتحدة بأن تكون مسؤولة كدولة مستضيفة لهذا الصرح العالمي، وأن تحجم عن استخدام مثل هذه الأفعال في المستقبل. سيدي الرئيس، نحن نشاهد أحداثا جسام هنا. إن هذا المدخل الجديد أو هذه المقاربة الجديدة في القانون، والتي تلقي بالاتهامات دون أي دليل. لقد قلت أن في 14 من مارس كان هناك بعض الشكوك، ومما لا يثير الاندهاش، دعونا ننظر إلى التصريحات السياسيين البريطانيين. أنا فوجئت بهذا. ماذا حدث لإنجلترا القديمة الجيدة؟ هل هذه حالة من التدهور السياسي أو الثقافة السياسية؟ ماذا حدث لإنجلترا القديمة؟ أم أن هذه ثقافة سياسية جديدة؟ أعتقد أن الحاضرين هنا لا يمكن أن يخرجوا بنتائج تخص كل منهم. إن السلطات البريطانية تحاول أن تسخر من روسيا بإعطاء أكثر من 30 تبرير أو تفسير لما حدث. كل هذه الآراء التي يطرحها الصحفيين وغير المتخصصين، ولا توجد هناك أي دلائل أو أي ما يشير على أن
ولا يريدون أن يصلوا إلى عمق أو أصل هذه المشكلة. إن السلطات البريطانية لا يوجد لديهم سوى نسخة واحدة فقط، وأن هذه النسخة قد وضعوها أمامهم كدليل للاتهام، ولم يصلوا إلى أصل نشوء أو ورود تلك المادة السامة. بالنسبة للسيد سكريبال، إن هل هذه الزهور الموجودة بجوار منزله هل هي مقبض الباب الذي يستخدمه؟ لابد أن نعترف بأن المواطنين والخبراء من بريطانيا والدول الأخرى القادرين على التفكير يخرجون أيضا بتفسيرات وتأويلات كثيرة أخرى، ولكن ويطرحون أسئلة ليست لها إجابات. ولكن هناك بعض الأسئلة التي أقولها. أولا، أين كان سكريبال لمدة 4 ساعات وهاتفه مغلق؟ من الذي يؤكد على أن ما قيل كان صحيحا؟ لماذا لم يتم طلب الموافقة من الأقرباء لكي يأخذ منهم عينات دم؟ أي كيف ظهر المصل المضاد على الفور وتم حقن سكريبال به؟ ماذا كان يفعل سكريبال؟ من كان يتصل به؟ أين كان يتجه سكريبال؟ من الذي كان يتحدث معه؟ هل قابل أي أحد يوم الحادث أو قبله بيوم أو ليلة الحادث؟ أين الصور المأخوذة من الكاميرات؟ هل هذه الاتهامات التي تم إلقاؤها جزافا وعلى عجل، هل هذه الاتهامات تتوافق مع ما قالته سكوتلاند يارد منذ بعد أسابيع أو شهور من العمل التحريات؟ لماذا لم يتم السماح للمحققين الروس من الدخول إلى منطقة التحقيق؟ السلطات البريطانية قررت فورا على أنهم رفضوا دخولنا. إن هذا التحقيق لم ينتهي وعليه وقت طويل حتى ينتهي. يوم 12 مارس أرسلنا طلبا لكي يمكننا رؤية المعلومات ونتائج التحريات التي قام بها الجانب البريطاني بواسطة الخبراء، ولكن كنا نعمل في إطار المادة الثانية، مادة 9 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وبناء على تبادل المعلومات والشراكة في المعلومات فيما يتعلق باستخدام الأسلحة، كان طلبنا متوافق مع كل هذه المواد وهذه الاتفاقية. وبناء على هذه المواد، إن روسيا تعلن أنها مسؤولة للرد على الجانب البريطاني في خلال 10 أيام. بناء وفوق كل هذا، قامت بريطانيا أنها حددت موعدا نهائيا للرد. لا يمكن لأي فرد تحت أي ظرف أن يتحدث بهذا الأسلوب وأن يتحدث بهذه النبرة مع روسيا. إن هذا التهديد الذي تم توجيهه لروسيا عن طريق بريطانيا، سواء الحكومة الروسية قامت بمحاولة القتل أو أن روسيا قد فقدت السيطرة على أحد عملائها، وطلب من السفير البريطاني الروسي أن يقول ما هو تفسيره لهذا. و تم إعطاؤنا مساحة من الوقت 24 ساعة فقط للرد على هذه الأسئلة التي تم توجيهها للسفير الروسي في بريطانيا.
وبالنظر إلى ما نقوله اليوم بناء على المعلومات الإضافية التي وردت إلينا، كانت هذه المهلة التي تم إعطاؤها لنا كانت شيء لا يعتد به. كما أنه تم طلب إجراء تحقيق من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن الزملاء البريطانيين ينسون أن هذه الجهة هي الجهة الوحيدة المنوطة بإجراء مثل هذه التحريات والاختبارات، كما أن البريطانيين لديهم التزام كبير بأننا يتعاملوا معنا كعضو دائم في مجلس الأمن وعضو في الأمم المتحدة، ولا بد أيضا من أن يكون هناك عمل مشترك مع منظمة محظر الأسلحة الكيميائية، إلا أن هذا الطلب تم رفضه من الجانب البريطاني ونظروا إليه على أنه نصر لهم. إن في الواقع إن هذا شيء يمكن أن نتفهمه فيما يتعلق بما تحتاجه بريطانيا لكي لا تسمح لأحد بأن يشاركهم في التحقيقات، لأنهم بدأوا التحقيقات بأنفسهم ولا يرغبون في وجود أي فرد معهم، وإنهم يقولون بأشياء كلها تقول من المحتمل جدا، من المرجح جدا، ولا يوجد شرح معقول لما يقولون. إن روسيا هي المعتدي المحتمل. بوريس جونسون يحاول دائما أن يرسل قائمة من الأسئلة إلى روسيا التي لم ترد عليها روسيا، ولكن الواقع هو العكس، أننا لم يصلنا أي قائمة من الأسئلة من الجانب البريطاني. إذا كانت لديكم قائمة من هذه الأسئلة، أرجوكم اعطونا هذه الأسئلة، ولكن لا تعتبروا لا تعطونا اتهامات وتعطونا مهلا لكي نعترف بأن نقول أننا مذنبون وأننا نرد على هذه القائمة من الأسئلة. أما من ناحيتنا فنحن لدينا أسئلة كثيرة جدا لبريطانيا وفرنسا وأيضا منظمة إن هذه الاتفاقية التي وقعت بشأن الأسلحة الكيميائية تجعلنا نتعجل أن نتعامل مع بريطانيا ونعاونها في تحرياتها وتحقيقاتها. إذا رفضت لندن أن تعطينا أي معلومات، فمن الممكن لباريس أن تشاركنا في بعض هذه المعلومات. اليوم قد وضعنا بعض الملاحظات التي يمكنكم أن تنظروا إليها ووزعناها عليكم، كما أننا أوضحنا بعض التعليقات التي قالها وزير الخارجية الروسي، وأعتقد أنه من الجيد لكم أن تقرأوا ما قيل في هذه التصريحات، وسوف نوفرها لكم بالترجمة. إن مستوى الاتهامات التي تم إعطاؤها لروسيا لا يمكن التعامل معه بجدية، ولا يمكن حتى أن نبتسم عندما يقال لنا هذا. إن بوريس جونسون دائما يهاجمنا ويقول أشياء، يستخدم أشياء سخيفة وهذه وغير أخلاقية، وهذا أقل ما يمكنني أن أقوله، أنه يقول أن هذه الحادثة كانت ضرورية لكي تقوم موسكو بجمع مواطنيها وتوحيدهم قبل الانتخابات. إن هذا الكلام ينطبق على ما قيل في الألعاب الأولمبية في برلين. هنا كان
وبالمناسبة كان هناك وفد بريطاني ضخم وكبير في الاتحاد السوفيتي السابق. إن علاقاتنا لم تصبح كما كانت. إن هل المجرم سيعترف بنفسه أم سيتم القبض عليه؟ إن الرواية كلها ليست بشأن هذا، إنها ليست رواية جريمة، إنما هي عمل فلسفي أدبي كبير، وأنه قد أوضحنا أن الذي قلناه من الروايات البريطانية التي قالت بأن الأرانب لا يمكن أن تتحول إلى جياد. لن أعطيكم قائمة بتلك الروايات البوليسية وروايات الجرائم التي يبدو أنكم معجبون بها. إن السفير البريطاني في موسكو قد أوضح وأعطانا هذه الأوراق التي تتكون من 6 أوراق، وهي لا تتضمن إلا أقوال مثل محتمل جدا ومن الجائز جدا. أعتقد أن هذه الوثيقة التي ترى رئيسة الوزراء البريطانية أنها قد أحرزت هدفا بأنها وزعت مثل هذه الوثيقة على حلفائها الأوروبيين. إن هذا لا يمكن أبدا أن يكون دليلا دامغا ضد روسيا. إن هذا مجرد كلام فقط. سنوزع عليكم هذه الصفحات الست تعد سبة لوسائلكم الاستخباراتية. إن هذا نقص كبير في قدراتكم. لا يوجد لديكم أي دليل. إنكم تجمعون المعلومات بطريقة غريبة. وأعتقد أن ما قاله بوريس جونسون عن القطة الميتة على تلك المنضدة كان أسلوبا لجذب الانتباه أو تشتيت الانتباه إلى أشياء أخرى. إن هذه الأمثلة الرائعة بشأن الدعاية للحرب بدون أي قواعد وبدون أي احترام لأي قواعد كلها تمارس ضد روسيا. وبما أنني أشرت إلى القطط الميتة في رؤية سيرجي في سالزبري، وطبقا لكلمات ابنة أخته كان هناك لديه خنزيرين وقطتين. أين هما الآن؟ ماذا حدث لتلك الحيوانات التي كانت لدى سكريبال؟ لم يشر إليهما أي حد. أعتقد أن حالتهم الصحية أيضا ذات أهمية ودليل. سيد الرئيس، نحن نعيش في حالة من الغياب الجماعي لثقافة جمع المعلومات. هذا هو الأسلوب الخطأ والسلاح الخطأ الذي يستخدم في أوقاتنا هذه. إننا نرى كيف نجحت الدعاية والإعلام الغربي للترويج لموضوعات غير دقيقة. إن هذه الأساليب التي يتم استخدامها في إعادة نفس تلك الأكاذيب مرات ومرات، وحتى يمكن للناس تقبلها وتصديقها. إن كل هذا لاستخدام دكتور جوبلز. إنك بترديدك للكذب يصبح حقيقة. إن هذا إذا لم تجب على تلك الأسئلة ولم تتفق مع الأسئلة سوف نعتبر هذا على أنه
دليل على الكذب ودليل على الهجوم الذي قمتم به ضدنا. هذا ما تقوله بريطانيا عننا. إننا نود أن نتعاون معكم في قضية سكريبال، وإذا رفضتم سنعتبر هذا كمحاولة لإخفاء الحقيقة. سيدي الرئيس، إن كل شيء قد وقع يؤكد على أنه كل ما كان من واضحا منذ البداية، وأن إنها حملة منسقة وموجهة، وهذا وما حدث ليس محض الصدفة، وهو محاولة نزع الشرعية عن روسيا. وأن تتهم روسيا باستخدام سلاح غير إنساني وفظيع، وأن روسيا تخفي ترسانات من تلك الأسلحة، وأنها روسيا لا تتوافق مع كل الاتفاقيات الخاصة بالأسلحة الكيميائية، إن كل هذا لكي نصل إلى حلول في سوريا. إن الفكرة هي هو القضية كلها هو محاولة جعل موقف روسيا في استخدام الروس في استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية موقفا مهتز ودفاعا عنهم غير مصدق. إن حادثة سالزبوري يقال عنها دائما بأننا نحن أيضا لدينا ما نقوله بأن هناك احتمال كبير بأن الإدارات الاستخبارات في العديد من الدول حول هي التي قامت بتهييج الرأي العام ضدنا، وأنه لا يوجد أحد يريد أن يصل إلى الحقيقة. إننا نحاول أن نعمل دائما لإقرار ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. إننا سنستمر في العمل، إنكم ستستمرون في العمل على الافتراضات وليس الحقائق، ولكن أن افتراضنا نحن الروس هو أن هناك حالة من تخليق الحقائق. إن من لديه أذنين تسمعان ما نقول فليسمع ما نقول. نحن نحاول أن نصل إلى الحقيقة وأن نصل إلى آلية يمكننا فيها من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن نشارك في التحقيقات، وأننا نريد أن نطلب الوصول إلى يوليا سكريبال، ابنة سكريبال، للاطمئنان عليها، وأننا نريد أن نعرف أصل هذه المادة، وأن روسيا ليس لها أي علاقة بها. ولكن نحن يبدو أن الناس يطلبون مننا أن نقر بجريمتنا، ونحن لم نفعل شيئا. بريطانيا ترفض التعاون معنا، وأنهم يقولونها بذريعة أن الضحية لا يمكن أن يتعاون مع المجرم. ولكن عفوا، أنكم تتعاملون معنا على أننا مجرمون بدون دليل، بدون محكمة، بدون تحقيقات، وبالتالي كل حججكم خاوية. كل ما حدث، وهذا حدث إرهابي ضد مواطنين روس بالأساس، وأنهم هم الضحايا، ولهذا لنا الحق في أن نطلب التعاون مع بريطانيا العظمى، وعلى بريطانيا أن تتوافق مع هذا الطلب. ومن الشيء المضحك أن في الجلسة التنفيذية لمجلس منظمة منع الأسلحة حظر الأسلحة الكيميائية، العديد من الممثلين هنا البريطانيين هناك رفضوا أصلا وجود طلبوا وجود الجانب الروسي، ويبدو أنه لم يبلغهم أحد بموقف البريطاني، بموقف الحكومة البريطانية. إن هذا ما تقوله بريطانيا وحلفائها، وأن عليهم أن إذا أرادوا
وهذه هي المرة الأخيرة. إذا أخفيتم هذا الدليل الخاص بالتحليلات الكيميائية، وإذا أفرغتم هذا التحقيق من محتواه، فإن هذا سيكون جزء من لعبتكم القذرة. شكرا جزيلا. أشكر السيد مندوب روسيا على كلماته.